اسمي محمد إبراهيم، متطوع في محجر الحد، حاليا ما اشتغل. كنت قبل جائحة كورونا كنت ادرب تدريب سباحة، تدريب كرة قدم، بس في الجائحة كل شيء وقف، فحاليا بس متطوع في محجر الحد. يوم صارت هذه الجائحة حبيت ان يكون لي بصمة ويكون لي دور، يعني ما حبيت ان اكون بس كذي قاعد اترقب واطالع الاخبار. والله ما خفت انه يصيدني الكورونا، بس ان كان اكبر خوفي على اهلي، على اللي حوالي، وحشوني البيت، وحسيت ان خاطر اقعد وياهم. بس كان في بالي ان هذه كانت فترة وبتعدوا، ان شاء الله بارد اجلس وياهم في حال احسن والبحرين احسن. بما ان انا قاعد اخدم الوطن وقاعد اخدم الناس، فكانت نفسيتي بالعكس، كنت مرتاح ازير من قبل. احنا شغلتنا في المحجر الشغلة الاساسية خدمات عامة، بس استاذة نعمة السبيعي كان عندها يعني شيء زين، توجه المتطوعين للاشياء اللي هم فيها. فكنت خدمات عامه، وعندي شغله ثانيه انه هو شلون ترفيه، اسوي ترفيه حق الياهل، برامج رياضيه، توزيع هدايا، بحيث ان تخلي الياهل ما يحس انه هو نفس نوع السجن، نوع الحديقه، نوع المكان يستانس فيه. احنا تمينا تقريبا 6 شهور في المحجر، يعني لين ما سويت الفحص. وفي هالفتره بعد يعني الواحد صيده كحه، صيده راسي عوره، صيده هاي، فاوريدي يعني انا صادتني امراض، بس مو الكورونا. فكنت انا عادي نعم بنادول وتجي كنت اصير اوكي، بس هالمره حسيت بالم غريب، يعني حسيت ان راسي يعورني، بس اول مره كذي يعورني. فسيدي قلت خلنا افحص، خذيت موعد ورحت فحصت. هالمره الساعه 3 الفجر قعدت وقلت خلنا طالع النتيجه. طلعت النتيجه الا مصاب. اول ما طلعت النتيجه مصاب، سيدي كلمت البيت انه بس لحد يختلط ويا احد انه ترى انا طلعت مصاب. والله اول ما تعافيت تميت في البيت كم من يوم، يعني تميت لمده اسبوع كذي، تميت في البيت. حسيت ان في شيء ناقص، خلاص انا تعودت على العالم التطوعي، تعلمت ان اتم في المحجر اساعد الناس، فحسيت ان في شيء ناقص فيني لازم ارد. والله ما ارتحت الا يوم رديت المحجر. اصعب فتره ويا اليهال هي الفتره الاولى اللي كنا فيها في المحجر. كانوا اللي يدشون المحجر مو بمصابين، كانوا اللي يدشون مخالطين، هايين مسافرين من برا، فلازم اليهال ما يقعدون يا بعض، ما يتخالطون يا بعض، لان احتمال واحد يكون فيهم مصاب، عيلتكم مصابه، فتنقل للعيله الثانيه. احنا كنا لازم نخلي كل ياهل بروحه، زين هذا النهال، فشلون بتقول له انت لا تلعب ويا الياهل الثاني؟ فكانت هاي الشيء وايد صعب، ان الياهل ما يفهم، يبي يلعب ويا رفيجه. في النهايه هذه مرض، ما تدري شنو اعراضه المستقبليه، انت لا تقاول على روحك واتبع الاحترازات والاجراءات لسلامتك ولسلامه اهلك.